وما نحن إلا خدم من أجل يسوع. أحبائي إخوتي مستمعي إذاعة صوت المحبة، أحبائي الموجودين في كنيسة مار يوحنا الرسول جوني، إننا نجتمع اليوم لكي نحتفل بحضور وببركة نيافة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة، بالذبيحة الإلهية في احتفال إطلاق الخبر السار من إذاعة صوت المحبة. يعاون أبينا البطريرك في الذبيحة الإلهية السادة المطارنة سيادة المطران جوزيف معوض النائب البطريركي على منطقة صغرتا وإهدن، سيادة المطران بول مروان ثابت راعي أبرشية مرمرون مونتريال كندا، قدس الأب العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة الأب مالك أبو طانوس، مدير عام إذاعة صوت المحبة الأب فادي ثابت المشير العام في جمعية المرسلين، وبمشاركة لفيف من الأباء والكهنة المحترمين. يخدم الذبيحة الإلهية جوقة إكليريكية مار يوحنا الرسول حريصة، كما وأن خدمت المسبح هم جماعة المبتدئين في جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة. بيتوخ أروه إليت وقدم همدي وصف
صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي طوبة، أصحاب السيادة المحترمين، قدس أبينا العام، الأباء المشيرين، حضرات الأباء والراهبات المحترمات، إخوتي وأخواتي بالرب يسوع، لقاء فرح ومحبة يجمعنا اليوم في إذاعة انطلقت منذ 30 سنة لتزرع المحبة في أرض لبنان الطيبة. لقاء فرح ومحبة في عالم صلبت فيه المحبة، ولبس الفرح ثوب الألم، وامتلأت فيه الأعين بدموع الحزن. لقاء فرح شق عتمة الخلافات والانقسامات والمحاصصات السياسية وأخبار القتل والخطف والتفجير وكل المآسي التي يمر بها عالمنا وشرقنا ووطننا الحبيب لبنان. في هذه الأجواء الملبدة بغيوم الأخبار السوداوية وحرب بعض أصحاب المال والإعلام على الكنيسة ورموزها، ارتأت إذاعة صوت المحبة أن تشق عتمة الليل وظلمة الخوف وتزرع طمأنينة يسوع في قلب أبنائه، مرددة قوله: لا تخف أيها القطيع الصغير، فالأمل آت لا محال، ودمعة الموت ستمسحها فرحة القيامة. لهذا يا صاحب الغبطة والنيافة، عمدت إذاعة صوت المحبة إلى إطلاق خدمة الخبر السار الذي تقومون اليوم بتدشينه، مطلقين أول خبر صار، فنكون بذلك سباقين في زرع البسمة والفرح في قلوب الناس أجمعين. إن هذه الخدمة المجانية قد تعاون في تحقيقها آباء وعلمانيون سهروا لإنجاز ما نصبوا إليه من خير عام، واضعين مالهم ووقتهم في خدمة كلمة الرب، مرددين: مجاناً أخذتم، مجاناً أعطوا. ها إن هذه الخدمة قد أصبحت بمتناول العالم أجمع من خلال الهواتف الذكية. أصبح بإمكان العالم أن يسمع إذاعة صوت المحبة 24/24 ساعة، وبإمكانه أن يقرأ ويوزع إنجيل وقديس وزوادة اليوم وكتاب الاقتداء بالمسيح، وبإمكان كل شخص أن يكون مراسلنا في العالم أجمع من خلال تصوير الأحداث والاحتفالات المقدسة المقامة في الرعاية ويرسلها لنا عبر هاتفه، ونحن بدورنا نطلقها خبراً ساراً للعالم أجمع، رابطين بذلك لبنان الوطن بلبنان الاغتراب. إن حضوركم يا صاحب الغبطة ويا أصحاب السيادة بركة لنا ولإذاعتنا. أدامكم الرب في خدمة القطيع والسهر على إيصال الخبر السار إلى قلوب أبنائكم، وشكرا. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. يا ربنا يسوع المسيح، يا من قدست بحضورك عرس قانا وحولت الماء خمرا طيبا، أفض على قلوبنا الفرح بآيتك، وأهلنا طوال هذا الصيام المبارك
أن نتأمل في آياتك وتعاليمك ونتشح بالتوبة ونتقوى بالصلاة وأعمال البر، فنمجدك ونشكرك وأباك وروحك الحي القدوس إلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الله الآب الذي بمحبته دعا الشعوب إلى وليمة عرس ابنه الوحيد، وإلى الابن العريس السماوي الذي بمحبته قبل الدعوة إلى وليمة عرس قانا وحول فيها الماء خمرا، وإلى الروح القدس الذي بحلوله يشركنا في وليمة الآب والابن. برخمور أبون ريش ريشوني الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا المساء وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. أيها المسيح الإبن الوحيد، شئت في مثل هذا اليوم أن تجالس المدعوين وتشاركهم، فأغنيتهم بفيض عطاياك الإلهية، فكما آمن تلاميذك أنك أنت المسيح ابن الله الحي، نحن أيضا نؤمن بك، إنك بدل الشريعة القديمة أعطيتنا إنجيلك الجديد، وبدل عصير الكرمة أرويتنا بكأس دمك الفادي، فإليك يا ربنا نهتف على عطر هذا البخور طالبين بشفاعة أمك البتول، وقد استجبت طلبها أن تسقينا أبداً من خمرتك المقدسة وتروينا بحبك السماوي، وليسطع نورك على العالم فيعرف أنك الينبوع الحي وينهل منك، ولتحل بركتك على جميع عائلاتنا. بارك يا ربنا صيامنا واجعله سفراً يوصلنا إلى ميناء الخلاص عيد قيامتك المجيدة. برخمور أبون ريش ريشوني فنمجدك ونشكرك وأباك وروحك الحي القدوس إلى الأبد. آمين. شمس والقمر
برخمور أبون ريش ريشوني. المجد لك أيها المسيح إلهنا، يا كرمة حقيقية عصرت على رأس الصليب فأعطت خمرة جيدة، وأروت البيع والبشرة بمحبة عظمى لا وصف لها. اقبل عطورنا وقونا على الصيام بقلب نقي وتوبة صادقة، فنؤهل للاشتراك في وليمتك المقدسة. برخمور أبون ريش ريشوني. لك المجد والشكر ولأبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. قديشات قالوه قديشات الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. بالحب ينشدون يوم تأتينا ديا. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. برخمور أبون ريش ريشوني. المجد للسيد بولس والرسول، ولتكن مراحم الله على القارئ والسامعين، على هذه الرعية وأبنائها إلى الأبد. يا إخوتي، إني عالم وواثق في الرب يسوع أن لا شيء نجس في ذاته، إلا لمن يحسبه نجسا فله يكون نجسا. فإن كنت من أجل الطعام تحزن أخاك فلا تكون سالكا في المحبة، فلا تهلك بطعامك ذاك الذي مات المسيح من أجله. إذن فلا تسمحوا بأن يصير الخير فيكم سببا للتجديف. فليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل بر وسلام وفرح في الروح القدس. فمن يخدم المسيح هكذا فهو مرضي لدى الله ومقبول لدى الناس. فلنسعى إذن إلى ما هو للسلام وما هو لبنيان بعضنا بعضا، فلا ننقض عمل الله من أجل الطعام، لأن كل شيء طاهر، ولكنه ينقلب شرا على الإنسان الذي يأكل ويكون سبب عسرة لأخيه. فخير لك أن لا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا تتناول شيئا يكون سبب عسرة لأخيك، واحتفظ برأيك لنفسك أمام الله، وطوبى لمن لا يدين نفسه فيما يقرره. أما المرتاب في قراره فإن أكل يدان، لأن عمله غير صادر عن يقين وإيمان، وكل عمل لا يصدر عن يقين وإيمان
فهو خطيئة، والتسبيح لله دائما. إلى وليمة عرس الحمام. هللويا أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم مور ابو ريش كهنه من انجيل ربنا يسوع المسيح القديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياه، فلنصغي الى بشاره الحياه والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت ايها لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. إليكم كيف روى يوحنا الإنجيل آية تحويل الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك، ودعي يسوع وتلاميذه إلى العرس ونفد الخمر، فقالت ليسوع أمه: ليس لديهم خمر. فقال لها يسوع: ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. فقالت أمه للخدم: مهما يقل لكم فافعلوه. وكان هناك ستة أجران من حجر معدة لتطهير اليهود، يسع كل منها من 80 إلى 120 لترا. فقال يسوع للخدم: املأوا الأجران ماء. فملؤوها إلى فوق. قال لهم: استقوا الآن وقدموا لرئيس الوليمة. فقدموا، ولما ذاق الرئيس الماء الذي صار خمرا ولم يكن يعلم من أين هو، أما الخدم الذين استقوا فكانوا يعلمون، دعا إليه العريس وقال له: كل إنسان يقدم الخمر الجيد أولا، حتى إذا سكر المدعوون يقدم الأقل جودة، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيد إلى الآن. تلك كانت أولى آيات يسوع صنعها في قانا الجليل، فأظهر مجده وآمن به تلاميذه. حقا والأمان لجميعكم.
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اذهبوا إلى العالم كله وبشروا بالإنجيل للخليقة كلها. صاحبي السيادة السمياء الاحترام قس الرئيس العام والأباء المشيرين مونسيور ريبريزونتان دي سون اكسلنس لونس ابوستوليك إخواني الآباء والراهبات، حضرة رئيس المجلس البلدي في مدينة جوني، سعادة سفير لبنان في روما الواصل حالا وإلى التو وللتو، أسرة إذاعة صوت المحبة، أيها الإخوة والأخوات الأحباء، وسائل الإعلام الأعزاء، بشخص يسوع المسيح ابن الله المتجسد وعلى لسانه قال الله للعالم كل خبر سار، قال للعالم كل الحقيقة، حقيقة الله وحقيقة الإنسان وحقيقة التاريخ. في يسوع الإله انكشف كل سر الله، وفي يسوع الإنسان انكشف كل سر الإنسان، وفي يسوع المخلص والفادي أخذ تاريخ البشر كل معانيه. هذا هو الخبر السار بامتياز، المعروف بلفظة الإنجيل، الخبر المفرح. من يسمعه في أي مكان أو زمان وبأي عمر وفي أي حالة من حياته، من يسمعه يفهم كل هذه الحقائق الثلاث. ولهذا يسوع هو أمس واليوم وإلى الأبد الخبر السار بامتياز، خبر لكل شخص، خبر لكل شعب. من أجل هذه الغاية أرسل الرب القائم من الموت والحي، أرسل الكنيسة برعاتها وشعبها بأبنائها وبناتها ومؤسساتها بكل وسائلها الإعلامية، أعلب أرسلها لتعلن هذا الخبر السار. اذهبوا إلى العالم كله وبشروا بالإنجيل الخبر السار للخليقة كلها. يسعدنا أن نفتتح اليوم وفي هذا الإطار عبر إذاعة صوت المحبة برنامج الخبر السار الإنجيل، الذي في بداية هذه الذبيحة أعلنه حضرة رئيس مجلسها الإداري المشير العام الأب فادي ثابت. إنجيل يسوع المسيح مدعو ليكون الخبر السار لكل إنسان في جميع حالاته. هو إنجيل سار للعائلة، للثقافة، للاقتصاد، للسياسة. هو إنجيل الكهنوت، إنجيل الحياة المكرسة في الكنيسة، إنجيل الأفراح، إنجيل الآلام، إنجيل الأحزان. خبر مفرح ينجلي معه كل ليل وكل ظلمة. هذا الخبر السار في عتمة الليل أعلن للعالم يوم ميلاد الرب يسوع على لسان الملاك. أبشركم بفرح عظيم يكون للعالم كله، ولد اليوم المخلص يسوع المسيح.
هذا الإنجيل، هذا الخبر السار هو التزامنا، التزام كل واحد منا في كل ما يمارس في حياته، في كل ما هو عليه الآن وهنا، أن يكون كل واحد خبرا سارا. مش يوم هاللي ولدنا كان خبر سار، إذن من الولادة إلى الموت وما بينهما مدعوون لنكون كل واحد منا وواحدة خبرا سارا، بالكلمة، بالموقف، بالمسلك، بالمبادرة، بالبسمة. ويسوع في عرس قانا الجليل الذي نذكره في هذا أحد مدخل الصوم لم يتكلم، كان الخبر السار بآية تحويله بصمت، الماء إلى خمر فائق الجودة، كان استعدادا ليقول أنه هو خمرة الحياة، أنه هو الخبر المفرح، وأن من يقبله يصبح بدوره خبرا سارا. وكان يستبق الخبر السار الأكبر، خبر عرسه هو، عندما حول الخمر إلى دمه لحياة العالم. هذا الدم الذي غسل خطايا البشر وشرورهم، فكان الخبر السار يتلى علينا كل صباح وفي كل ساعة. كاهن يصعد المذبح ويؤدي هذه الآية، تحويل الخبز إلى جسد الرب والخمر إلى دمه لحياة العالم، الخبر السار بامتياز. ذكر حضرة الأب فادي أن الناس سئموا الخبر المحزن. بعد اللي بتروح على بيوتكم تحضروا الأخبار، خبر محطم لكل الآمال، خبر القتل، خبر الخطف، تهجير، خبر حرب، خبر تدمير، خبر عنف، خبر إرهاب. سئم الناس هذه الأخبار، فأتت إذاعة صوت المحبة لتعلن اليوم، ويعلن من خلالها الجميع يوما بعد يوم الخبر السار على بعضهم البعض، خبر الحقيقة، خبر المحبة، خبر السلام. نعم، عندما أعلن الخبر الكبير للعالم بميلاد الرب يسوع اكتمل هذا الخبر المفرح وظهر في حياة يسوع كلها، في أقواله، في آياته، في أفعاله، وكان الناس يتوافدون إليه ألوف ألوف حتى يوم اللي حول الخبز، الخبزات الخمس والسمكتين وأطعم، بيقول الإنجيل 5000 رجل وبكفي ما عدا النساء والأولاد، يعني ما بينعدوا. كان الخبر المفرح، وراح يكتمل هذا الخبر المفرح في كل شيء عاشه يسوع، وفي موته، وفي قيامته، وفي إرسال الروح القدس، وفي الكنيسة. وأصبحت نصوص الإنجيل تنقل للعالم هذا الخبر السار بامتياز. من يتقبل هذا الخبر يولد فيه خبر سار. نعم، كل خبر سار في حياتنا يولد من الإنجيل، الخبر السار الذي نقبله. عندما طلب مقعد عم بيشحد
على باب الهيكل طلب حسنة من بطرس ويوحنا وكانا مارين. وقف بطرس قال له طلع فينا، بيقول أعمال الرسل، فكر هالمقعد برجع يعطيهم مصاري. قال له انظر، لا مال عندي ولا فضة، لكن أعطيك ما عندي باسم يسوع، قوم امشي. ولحاله قام ومشى. يسوع الخبر السار. مهما كنا بحالة شلل مرض أو شلل حزن أو شلل فقر أو شلل انكسار أو شلل أي أزمة، يسوع هو الخبر السار، يقيمنا من كل سقطات حياتنا. هو يسوع أمس واليوم وإلى الأبد الخبر السار، الإنجيل. بقبول كلمته في الإنجيل وتعليم الكنيسة، وبقبول نعمة الأسرار المحيية، وبقبول هبة الروح القدس التي تقدسنا، يصبح كل واحد منا البعيد والقريب خبرا سارا بأفعاله، بمسلكه، بموقفه، بمبادراته، بكل عمل صالح نقوم به، بكل كلمة حلوة نقولها. لهذه الغاية أرسلنا المسيح الرب. نحن في لبنان، في بلدان هذا الشرق، وما أحوجه لنكون الخبر السار. تحدي كبير في شرق لا يعرف اليوم إلا الحرب والخراب والدمار، اليوم يوم الإنجيل، اليوم يوم المسيحيين، من أجل أن يكون لهذا الشرق ربيع حقيقي. نحن في لبنان وفي بلدان الشرق الأوسط مرسلون من الرب يسوع الذي يقول لنا، وهو مصدر قوتنا، وهو ضمانة نجاح رسالتنا، اذهبوا إلى العالم كله، إلى لبنان، إلى الشرق الأوسط، وبشروا بالإنجيل لكل إنسان، وأنا معكم إلى نهاية العالم. آمين. نؤمن بإله واحد. ربحي دلوه ولوت دلوه دم حادي طليوت ونبسو الطيبو طوخ اعون البيت دبها يكلوت كوبشو دحل طوخ مريو تبارك وبساتي كوتوخ لفايد سلام عليك.
موجودة بيومياتنا آلات كتيرة أكتر من وجود الأهل والأحبة. منقدم لك الآيباد من هالآلات اللي صنعها فكرنا، ومنقدم لك خدمة الخبر السار لأول مرة بتاريخ الإذاعات بالشرق الأوسط، حتى تكون وسيلة جديدة لنقل كلمتك وخلاصك لكل البشر. صوت المحبة هي مزيع كلامك وكتاب محبتك من هون ولأنحاء العالم. شعار صوت المحبة لبستياب جديدة، وبقيت خدمتنا هي الجوهرة اللي بعنا كرمالها كل شيء وتبعناك يا رب. من حبوب القمح والعنب حققت حضورك الدايم بيناتنا، واعطيتنا انه نشاركك بالمجد والخلود. منقدم لك عطاياك خبزنا وخمرنا تتحولن لجسدك ودمك، وتكون إلنا بواسطتن الحياة الأبدية معك. عندك بصير عنوان التطور رسالة، معك بصير هدف الأحلام بناء الملكوت، ومنك تاخد رسالتنا مضمون الفرح والأمان والرجاء. أمين. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل أبناؤك وبناتك هؤلاء من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوباوية والدة الله مريم، ومار يوسف البتول، ومار يوحنا الرسول، ومار مارون، ومار يوحنا مارون. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة. نسألك ربي أن تجعل من كل واحد وواحدة منا ومن كل مؤسساتنا الخبر السار الذي يكشف وجهك القدوس، خبر الحقيقة والمحبة والسلام. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية، وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس آن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله،
السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك. السلام لكم يا إخوتي الأحبار الأجلاء وكهنة المسيح وخدام الروح القدوس. سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا برخمور أبون ريش ريشوني. فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. نسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحماً فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد برخمور أبون ريشريشوني. فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لا حق وواجب. حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكاروبيم والسرافيم ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين. قدوس 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 أنت اللهم الآب المملوء مراحم، قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، قدوس روحك المحيي، إنك القدوس واهب الخيرات. يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا. وبيوم هود قدوم حاشوني لمعبد حيه نساب اللحم بدو قديش وطو بارخ قادش وقسو يا بالتلميذ كدوما
سأقول من كل خون هون داني تاو فغرون ديل دحلو فيكون وحلو ساجية ما تقصير وما تيهاب حوصو يطحو بوالحاية للعلم علمي آمين هو خانو عالقوصو دمزبو من حمرو من مايو بارخ قارش ويا بالتلميذ كادو مار سابشتا ومدك الخون هونو داني التاو دمودي بياتي رحلو فيكون وحلو ساجية ما تشاد وما تهاد حوصو يطحو بوالحاية للعلم علمي كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى المجيء نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشغل مراحمك كلنا فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله وها إن بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعين ارحمنا يا رب ارحمنا وأرسل إلينا من سمائك روحك المحيي وليرف على هذا القربان ويجعله جسدا محيا ويسامحنا ويقدسنا استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان يا
اجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير، فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن، بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك، لا سيما من أجل أبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي ومار نصر الله أبينا ومار بول مروان ومار جوزيف الحاضرين معنا وسائر الأساقفة المستقيمين رأي، لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك، نسألك يا رب. استمرار الكون بيعوز تواصل، لهيك ربنا تجسد على الأرض حتى يعلمنا أصول الأخذ والعطاء، ومن أدوات التواصل بعالم البشر الكلمة والآلة. بصوت المحبة حطينا الآلات بخدمة الكلمة ومشينا على درب الرسالة تننقل البشرة السارة، ومع كل آلة جديدة صار عنا موعد تجدد وتقدم. منريد نوضع هواتفنا الذكية بخدمة كلمتك تتكون أداة لنقل أحلى بشارة بتاريخ البشر، وهي محبتك اللامتناهية إلك يا رب. منصلي نذكر بقديسنا اليوم الشبيبة بكل العالم وخاصة شبيبة لبنان. نطلب منك يا رب لكل واحد منهم نعمة التلمذة بمدرستك، أنت اللي بتقبلهم مثل ما هن بخوف وطموح بعيوب وفضايل أفراد وجماعة. هالشبيبة اللي منريد نوصلهم محبتك وكلمتك بواسطة هاتفهم اللي ما بيتخلوا عنه. ساعدنا نأنجل كل هاتف بإيد شاب أو صبية، وعلمنا كيف نكون إنجيل حي قدامهم حتى يصدقوا كلمة الحق على هواتفهم. إلك يا رب منصلي. مع كل بداية أو تجدد بياخد العهد معنى أعمق وانطلاقة أقوى. مع شعار صوت المحبة المتجدد ومع انطلاقة خدمة الخبر السار منجدد عهدنا بصوت المحبة معك يا رب. أعطينا نلتزم بتعاليمك أنت، نحط خطواتنا على طريقك، ننترك تتودينا وما نمشي قبلك، ننطر إخوتنا وما نمشي وحدنا، نعرف كيف نكون أمنا بالأمور الصغيرة تتوكلنا بأمور أكبر. نطلب مجدك ورضاك، إلك يا رب منصلي. منصلي اليوم على نية كل وسائل الإعلام بلبنان وبالعالم، هالوسائل اللي مش عم بتلاقي بأغلب الأحيان إلا أخبار الحرب والخوف والدمار حتى تخبر عنها. منصلي على نية واقعنا بلبنان وبكل بلد عم بيعاني من قهر أو ظلم، من تشرد أو استغلال. نذكر كل مسؤول من موقعه عم بيقول نعم لمصلحته، وكل مسؤول عم بيقول نعم لمصالح الشعب. كل هالمواقف انت قادر تصنع منها بركات وخيرات اذا حطيناها قدامك وقدمنا معها رغبات قلوبنا وتواضع عقولنا. يا مشرع كل ابواب الخير والبركة قدام اللي بيحبوك، قول كلمتك يا رب لصالح اللي بيعرفوك، واصرف عنا الأزمنة الرديئة. إلك يا رب منصلي. اذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك الراقدين على رجائك المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم، أرحهم في ملكوتك، لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة وهو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة.
سامحنا اللهم واغفر لنا ولموتانا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان هو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. وقرستي يهودي لحم شمعون فغره من تبوس الفرقون وفغره برشمنا ضغمك السلوك الله وتروح كل شيء شو روي حكومي خول ده وهو باش ما يبرعوا قبله شريرهم باركوهم عنهم تتفلوا من الأنوح على الأنوح تتفلوا من المرام شو عم شيطة الفقر القديش شفاد وبرو قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبي، يا حملا سارا لنفسي قبرا مقربا تكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك لك المجد إلى الأبد. أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة إلى أبد الآبدين. آمين. أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية. برخمور أبون ريش ريشوني. لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس آن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. نحن رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله. واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى، وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس
سهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، تنقى نفوسنا بدمك الغفور، ليكن تناولنا لمغفرة خطايانا والحياة الجديدة يا ربنا وإلهنا. Thank you.
ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. سيدي أعطنا من هذا الخبز دائما أبدا. أنا وشرب دمي فله الحياة الأبدية. أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحمنا. بطوق دائم إلى رؤية وجهك. بطوق دائم إلى رؤية وجهك، باندفاع لا يعرف الملل، بحب غرسته في قلوبنا ودعوتنا بأسمائنا، نهلل لك على الدوام ونشهد لك في قلب العالم. نشكرك على نعمة الثبات في نشر البشارة ونقل الخبر السار إلى كل أقاصي الأرض. رسخنا بالإيمان، سلحنا بالرجاء، أضرم قلوبنا بنار حبك، وأنر عقولنا وعرفنا مقاصدك، ليتحقق مشروعك الخلاصي في كل واحد منا، فنعي عمق رسالتنا ونضحي فعلة وخداما أمناء في بيتك. موجهين أنظارنا نحوك، ملتمسين رحمتك، متكلين على عنايتك وتدبيرك، يا من فديتنا ببذل ذاتك لأجلنا بمجانية مطلقة وبمحبة عميقة تستر جما من الخطايا وتجدد النفوس. معك ينجلي الظلام وتسقط كل الحواجز ويسهل الانطلاق صوب الآخرين، ونصير كلنا صوت محبة يصدح في أرجاء المعمورة. نشكرك على كل هذا الحب أيها الآب والابن والروح القدس، لك المجد إلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. أيها الرب يسوع إله خلاصنا، يا من صرت إنسانا لأجلنا،
وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا، نجنا من الهلاك واجعلنا هياكل لاسمك القدوس، لأننا شعبك وميراثك، وبك يليق المجد والوقار مع أبيك وروحك القدوس آن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، له المجد إلى الأبد. آمين. أحبائي، من بعد ما أخذنا البركة من غبطة أبينا والسيد المطارني والأباء المحتفلين، رح ننتقل كلنا سوا إلى مبنى إذاعة صوت المحبة لإطلاق أول خبر سار.